ده. كنت بتناقش امبارح في موضوع التنميه المستدامه اللي اتكلمنا فيه، وقلت له ببساطه له 3 طرق تؤدي اليه. في طريق انك انت بتشتغل بطريقه الامم المتحده اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه، او بطريقه التعامل مع البنك الدولي اللي هي طريقه مكافحه الفقر وزياده الفرص للنماء والمشاركه في ثمار النمو. وفي الطريقه الثالثه وهي غير متعارضه بل مكمله للطريقين الاوليين، انك انت بتشوف المعايير بتاعه منظمه التعاون الاقتصادي والتنميه. هذه المعايير بتشرف عليها اكثر من 20 لجنه، لجان للاستثمار وللضرائب وللتعليم وللصحه، كل الموضوعات اللي احنا اتكلمنا عليها اثناء الحلقه لها لجنه. دي لجنه معايير بتقول لحضرتك كده انت متوافق ولا مش متوافق معاها.